لا يقال عنه عن معاوية لا يقال رضي الله عنه أو لا. ويقولون بعض الفقهاء كالبخاري اعتقادا منهم أنه تاب. نعم هو يترضى عنه في الصحيح. اعتقادا منهم أنه تاب. وما ثبتت توبته مولانا؟ ما ثبتت توبته؟ يقول توبته ما ثبتت؟ أولا لما خاف أن يموت حتى لا تذهب حتى لا يذهب الملك إلى غيره كان يدعو الناس لابنه استخلفوا ابني وابنه شريب خمر فاسق فاجر ترك أبناء الصحابة الأكابر عبد الله بن الزبير وابن عمر ورجع أولئه فترك شيوخ الصحابة كل هؤلاء تركهم وصار يعمل لابنه حتى يحطوا مكانه ولا يتولى غيره غير ابنه. أنا لا أقول طابة ما ظهرت آثار التوبة ولا استسمع أولئك الذين ظلمهم حتى بعد سيدنا قتل سيدنا علي صار يؤذي من كانوا مع سيدنا علي صار يؤذي حقد في نفسه حقد خبيث. لما يتتبعهم بالأذى وهم أطاعوا الله تعالى. الله أمر بالقتال مع أمير المؤمنين إذا تمرد عليه بعض المسلمين هؤلاء أطاعوا أمر الله. لما يؤذيهم لما حقد حمل عليهم حقدا. أنا لا أقول طابة ما ظهرت أثار التوبة. رضي الله عن الجميع. أي جميع هون؟ عم نحكي عن طلحة والزبير وعلي مش عن جميع الصحابة. يقال رضي الله عن كل واحد منهم حتى عن بعض. مثلا قلت معاوية لا يقال رضي الله عنه هذا ليس مسبا للصحابة. واضح الصحابة مراتب ليسوا كلهم في مرتبة واحدة. طلحة والزبير وعلي مش عن جميع الصحابة. يقال رضي الله عن كل واحد منهم حتى عن بعض. قلت معاوية لا يقال رضي الله عنه هذا ليس مسبا للصحابة. واضح الصحابة مراتب ليسوا كلهم في مرتبة واحدة.
قد حمل عليهم حقدا. أنا لا أقول طاب ما ظهرت أثر التوبة. طلحة والزبير وعلي مش عن جميع الصحابة يقال رضي الله عن كل واحد منهم حتى عن بعض قلت معاوية لا يقال رضي الله عنه هذا ليس مسبا للصحابة واضح الصحابة مراتب ليسوا كلهم في مرتبة واحدة عن طلحة والزبير وعلي مش عن جميع الصحابة يقال رضي الله عن كل واحد منهم حتى عن بعض قلت معاوية لا يقال رضي الله عنه هذا ليس مسبا للصحابة واضح الصحابة مراتب ليسوا كلهم في مرتبة واحدة
خبيث.
حمل عليهم حقدا. أنا لا أقول طابع ما ظهرت أثار التوبة.